مرحبا أصدقائي، أنا اسمي أحمد خاسنو، جئت من العراق من أربيل، أدرس الماجستير في قسم الهندسة المدنية في جامعة غازي عنتب. نتيجة الأبحاث التي قمت بها في بلدي حول الجامعة، فقد وجدت أن جامعة غازي عنتب هي الجامعة الأنسب نتيجة لقربها، وبالطبع الدولة المناسبة هي تركيا، ولذا اخترتها. بعد أن قررت أن أدرس الماجستير في تركيا، تقدمت للقنصلية التركية في العراق، ولقد ساعدوني كثيرا. من بين أسباب اختياري لجامعة غازي عنتب هو أنها تحتل مركز متقدم في العالم، وكون الجامعة تقدم تعليم الهندسة المدنية باللغة الإنجليزية بشكل كلي، ولأن غازي عنتب مدينة قريبة بالنسبة لنا، ولأنها مشابهة لنا أحيانا من الناحية الثقافية. عندما تقدمت إلى قسم طلاب الأجانب في الجامعة ومعهد علوم الفن، قابلونا الناس بحرارة شديدة ودفء. بعدها بدأت دراستي للماجستير في قسم الهندسة المدنية، وفي هذه اللحظة أنا مسرور جدا وراض عن التعليم الذي تلقيته وعن إمكانات الجامعة الثقافية والاجتماعية.